لن يكتب لجلسة الخميس الرئاسية أي محضر، وستحال إلى التأجيل وانفراط عقدها في عز صباحها بسبب عدم تأمين النصاب. فرئيس المجلس نبيه بري أرادها جلسة واقعة في قلب 13 من تشرين، والتيار تحرك شعوره القومي على التاريخ فاختار المقاطعة، ورب ضرة نافعة للطرفين، إذ أن الرئيس والتيار وباقي المكونات السياسية لم تتخمر لديها صورة الرئيس العتيد، ولم يتأمن بالتالي التوافق على اسم يجمع حوله الثلثين للنصاب والنصف زائد واحد للانتخاب في الدورة الثانية. وحده النائب ميشيل معوض ظل اسما يجول بين المكونات المعارضة للوصول إلى رقم يواجه رئيسا من قوى الثنائي الشيعي والحلفاء، لكن هذا الاسم ليس على تقاطع مع قوى التغيير وبعض النواب المستقلين، وميزته أنه حافظ بالتالي على أصوات الاشتراكي بتأكيد من زعيمه وليد جنبلاط. وبكتلة جنبلاط وحدها لا ينتخب الرؤساء، فالرجل بحاجة إلى تحصين رقمه وإنشاء دعائم له تؤهله للمنافسة. أما على الضفة المقابلة فإن الغموض سيد الأحكام، بحيث تجري في المعامل الجنائي الشيعي اختبارات للأسماء كان يرفضها الثنائي سابقا وباتت اليوم موضوع نقاش وتحليل، كاسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. لم يعلن حزب الله والرئيس بري أي إشارة تدل على هذا التوجه، لكنهما في المقابل لم يعودا يرفضان الاسم بالمطلق أو يضعا الفيتو عليه. وكان لافتا آخر مواقف الأمين العام السيد حسن نصر الله بفتحه الباب أمام آخرين للبحث عن صيغ توافقية وعدم السير بمرشحي تحدي. وعلى هذه القاعدة يصبح اسم رئيس تيار المرد سليمان فرنجي أبعد من ذي قبل لناحية تبنيه من الثنائي، مع رفض التيار اسمه بالكامل. عمليا ثلاثة أسماء بدأت تحرك الكتل السياسية بشكل فعلي، ولكل منهم ظروفه لسلوك طريق القصر. قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي ينتظر اسمه إلى ما بعد الشغور تفاديا للتعديل الدستوري كما حصل مع الرئيس العماد ميشيل سليمان. الوزير السابق سليمان فرنجي لم يتبناه الثنائي الشيعي رسميا، على الرغم من تشكيله عينا ثانية للسيد حسن نصر الله، وهو يحتاج إلى نجاح الاتفاق بين حزب الله والنائب جبران باسيل. ميشيل روني معوض الاسم الأبرز للقوات والكتائب وبعض المستقلين، لكنه بات في تقييم الثنائي مرشح تحدي. معلوماتي واللي بعرفه هنالك اسمين لا ثالث لهما، سلامي فرنجي أو قائد الجيش. طبعا قائد الجيش أسهمه بتصير ترجع تقوى كتير بالفراغ الرئاسي، بس فوتي بموضوع شور الرئاسي. طرح قائد الجيش في هذا الاجتماع اللي صار بفرنسا، ما بقى سر يعني صار معروف، وانه يلبي هذه الشروط اذا كان حزب الله بيمشي. طلع اكثر من اشاره من حزب الله انه لا يعارض. سامي فرنجي حطوا له ميشيل معوض بوجهه، هدف ترشيح ميشيل معوض هو تعطيل انتخاب سليمان فرنجي. لهلا السعوديين اعترضوا على سليمان فرنجي، ما بيلبي المواصفات وهو حليف حزب الله و بس. لكن عم بقول انه في قسم بالإدارة الفرنسية كان عم بيحاول يقنع بهذا الموضوع، بس لكن هون بتقولي قديش حظوظ ارتفعت او نزلت او انه اخر يلي برأيي بهذه الجلسة ربما تكون الامور ما بقى فيك تفوتي بقى بوراق بيض، ربما تتبلور الامور في هذا الموضوع اكثر، وواضح انه الفريق الاخر محضر حاله لتعطيل الجلسة في حال كان في عنده حظوظ في سليمان فرنجي، والعكس صحيح. التشتت الأبرز في الملف الرئاسي لدى نواب السنة المستقلين قد يفسر جولة السفير السعودي ولقاءاته معهم، فهل سينجح في توحيد الصف؟ السعودية فاتت مؤخرا الخط في لبنان، ومن بعد الاجتماع الفرنسي السعودي واضح أنه كان في طلب في هذا الإطار من أجل إعادة لملمة الشارع السني أولا للحفاظ على اتفاق طائف. لكن اللافت لحد هلا انه السعودي صحيح فات، لكن لم يدخل بعد بالفعاليه الكبرى المطلوبه من اجل استحقاق الرئاسه. ثانيا وفي هدف مضمن يعني مش ظاهر، هو انتزاع الساحه السنيه نهائيا من يد الرئيس سعد الحريري. الاستحقاق في النتيجه سيكون نتيجه تسويه
سعودية إيرانية أو سعودية مع حزب الله وبتجي قبلها هي أو بتجي بتظللها من خلال مؤتمر تسوية طبعا من خلال الرموز اللبنانية يلي بده ينعمل ويلي كان مطروح القاهرة بيقولوا دعوة فرنسية تنعمل بفرنسا كانوا الفرنسيين عم بيقولوا لا الأفضل تنعمل بالقاهرة مش بباريس على كل حال بعد بكير لنوصل لهذه المرحلة. أمام هذا المشهد السياسي المعقد الخميس يوم عمل عادي ومن دون رئيس جديد. ريما حمدان قناة الجديد.